مرحبا بكم مشاهدي قناة تغيير الفضائي، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. اليوم حلقتنا مختلفة بعض الشيء، جميلة وسط أحد الأنهر بربوع محافظاتنا العراقية، حاليا متواجدين بقضاء طويريج. اليوم الحلقة راح تكون مميزة، أكيد أكو مناسبة جميلة بهذا المكان، يشاع عنها أنه هي زكريا، إضافة إلى ذلك أنه تجمع العوائل اليوم بمحافظة كربلاء وصولا لهذه المنطقة قضاء طويريج، راح يقودون الشموع، إضافة إلى احتفالات بسيطة، إضافة أيضا إلى جمال المنظر اللي موجود بهذه المنطقة، الزوارق والشباب فرحانين بهذا المكان. مضيفا على هذا اليوم تعاون الشرطة النهرية متواجدة ويانا، واليوم احنا كلفناهم بهذه الحلقة، متواجدين بأحد الزوارق التابعة لشرطة محافظة كربلاء، الشرطة النهرية. الإخوان المنتسبين أيضا متفاعلين ويانا وأيضا رحبوا بهذه الحلقة، واليوم راح يكونون ضيوفنا بهذا البرنامج. راح يرافقني ضيف جميل من قضاء الطويريج، أحد الإعلاميين البارزين بمحافظة كربلاء، إضافة إلى ذلك متميز بنشاطه الجميل خصوصا وحبه للأيتام والأطفال داخل محافظة كربلاء، رائد الجبوري. حياك الله يا رائد الجبوري. أستاذ جاسم شرفتونا وفرحنا اليوم جيتكم حبيب. تحياتي لك الكادر اللي وياك، تحياتي لقناة تغيير لوصولها إلى هالمكان وتغطية الجميلة إن شاء الله. رائد، اليوم المكان كلش حلو هنا، أنا بصراحة عجبني، واني اللي أكثر من هذا كنت يعني مخلي في بالي أنه أصور حلقة جولة مراسل بهذا المنطقة والمكان، المكان جميل جدا، لكن شنو موضوع هذه الاحتفالات اليوم اللي صايره بهذا المكان؟ يعني هل زامنت انه بواحد ما اعرف شنو هذه المناسبه؟ شنو العادات الموروثه؟ يعني هو شنو اسمها؟ زكريا، يعني انطلاقتها هي انه نبي زكريا عشان ما يصير عنده طفل. نعم. فالله سبحانه وتعالى انطاه طفل وهو بعمر كبير بالعمر، يعني يبلغ عمره جوز 90 سنة. هذه روايه معروفه. عاقر. لكن ما عندنا احنا يعني كالدين الاسلامي ما عندنا انه هاي يعني هذا الموضوع ما مؤكد عندنا، بس الناس يعني اخذتها عادات متوارثه يعني ابا عن جد، وصار الاحتفال بها بالضبط، يحتفلون بها اليوم. اللي عند اللي ما عندها طفل تجي يعني تخلي شمعه او ايقاد شمعه، هاي كعاده اللي تصير. جميل. اما كوجودها كدين اسلامي او هذا لا، ما وهنا زين شفت انهم متفاعلين جدا بهذه العاده، يعني أكيد. خصوصا يعني اذا يلاحظ ورايا يعني المشاهد شوف الاعداد كبيره، يعني أستاذ جاسم تقريبا كل يوم يكون حضور بهذا المكان. إذا تحب أسولف لك عن انطلاقة هذا المكان كيف صارت؟ زين شلون صار؟ أنا أتوقع مرة إجيت هنا بهذا المكان لقيته كان كله يعني قصب. صحيح؟ صحيح. وهسه ورا القصب صار هيك مكان حلو، شلون صار؟ صراحة يعني الفكرة كانت أنه أنا والأخوة يا شباب فكرنا أنه نخلي فد متنفس العوائل بالهندية. جميل. يعني بطويريج نخلي فد متنفس العوائل. فالفكرة كانت أنه نختار مكان. يعني نريد انطلقنا بهواي حملات، حملات تنظيف بالاحياء، حملات اناره، يعني مو نقول منظمات مجتمع مدني، وانما مجموعه شباب تحب انه تكون المدينه بصوره اجمل. بعدين فكرت قلت انه لازم نختار مكان يكون بالوجه، يعني تصدر هذه الاعمال اللي سويتوها، يعني حتى اللي يجي من غير محافظه يكون هذا المكان مميز. وهسه شوف ايش قد حلو المكان وايش قد قصده الناس. فبدينا الانطلاقه كانت بالتعاون ويا الحكومه المحليه في قضاء الهنديه، الأستاذ منتظر قائد المقابل الهندية حقيقة ما قصر، الموارد المائية أيضا ما قصروا، وإن كان يعني بس البوكلين اللي جبناه على مود يوخر القصب، يعني إحنا شهر منتظريه، شهر روح بالأخير هي كملت أجا. ومن اللطيفة إنه أول يوم أجا ما بي دهن خلص، لا والله يا بدين ماكو بالدائرة، شلون رحنا اشترينا. المهم لخمسة أيام يعني قدرنا كمل القصب، ما قدرنا نستمر بالموضوع، هذا الموضوع قبل سنة ونص أو أكثر، وراح أقول لك الانطلاقة شلون صارت. ما قدرنا نستمر بالموضوع لسبب إنه منسوب المياه كل سنة، لا كل كان نازل بالبداية من اشتغل، بس كل سنة فترة من الفترات يعني يضطرون إنه يزيدون منسوب المياه، يصعد لحد يعني الطابوق اللي موجود هناك لحد الجروف اللي فوق، فصعد منسوب المياه اضطرينا نتوقف. والله انطلاقتنا من نزل منسوب المياه ورا سنة ونص، نقول يعني هو ينزل فترة 3 أشهر أو 4، بس ما قدرنا نرجع، لأن تعرف أنه الناس نظرتها لك أنه أنت اشتغلت وما قدرت تحقق هدف. تمام؟ زين بعد هذه العراقيل يعني أنت استمريت؟ استمرينا يعني انطينا فترة شيء صحيح، فترة راحة.
انطلاقتنا شلون كانت؟ يعني؟ بالضبط، انطلاقتنا اللي وراها شلون كانت؟ انطلاقتنا اللي بعدها فكرنا انا واستاذ طارق رابطة مصوري الهندية تحياتي لهم، الاخوة طبعا ابد ما قصروا تحياتنا لهم. فكرنا انه ننطلق بمهرجان. مهرجان بما انه عملي انا يعني كل الاطفال حضرتك مطلع عليه، مهرجان لدعم الطفولة، سمينا المهرجان فرحة وطن. فرحة وطن ما كان خاص فقط بهذا المكان، بس قلنا ننطلق من هذا المكان تكون النقطة الأولى، ومن عندها نبدي أنه الناس من راح تشوف المهرجان وانطلاقته راح ممكن تقصد هذا المكان. فالحمد لله تعاونت ويانا كل الدوائر، دائرة البلدية، دائرة المي المجاري، كل الدوائر كانوا يعني حتى أخص بالذكر يعني الأخوة المنتسبين الفوج الثاني تعاونوا ويانا تعاون كلش كبير، تحياتنا لهم. وقدرنا ننطلق بمهرجان فرحة وطن اللي كان مهرجان مدعوم فقط من محلات تجارية، يعني رحنا أخذنا رعايات من محلات، يعني ما صدق شو محلاتك، محلات موبايل. ومن خلاله انطلقنا بالمهرجان، بس مهرجان كان مميز جدا بحيث حتى الأناشيد اللي سجلناها داخل المهرجان كانت من تسجيلنا. يعني أنا أديت انشودة أحد الأناشيد في هذا المهرجان، واللي كانت احد ابياتها يخص قضاء الهندية، يعني عم ودي يكون تاثير اكثر. ثاني يوم من خلصنا المهرجان شفنا بدات العوائل قامت تقصد هذا المكان، اللي انت تعرف كانت بصراحه توقيت المهرجان قبل الحظر ب يمكن 4 أيام أو 5، فصارت رده فعل من الناس انه حظر وكيف يكون مهرجان وكيف انت تسوي مهرجان بهالتوقيت، فصار له يعني خلينا نقول طشه اكبر، اللي صاروا معارضين اكبر. اليوم الثاني تفاجئنا انه عوائل بدات تقصد. بيوم المهرجان عوائل جتنا من النجف، من المسيب، من كربلاء، يعني من المحافظات اجوا. بعدها تعرف عن طريق الفيسبوك بدات الناس تروج، والاقارب واللي جاي والعوائل. اللي المساله اللي بعدها الاخوه اللي كانوا يصيدون سمك شافوا انه اذا يصعدون ناس مسألة مربحة، أصرف لهم من السمك. يعني أحد الأخوة سألته قلت له يا بنت إيش قد تحصل؟ قال أحصل 25-30. قلت له يا إذا صعد ناس قد تحصل؟ قال والله حصل لي 50-75. أحسن له. قلت له يا أخي عوف السمك خليه يرتاح. هيك راح نحافظ على الثروة السمكية. لا وأهل حواضهم يستفادون. فبدأت النوب مو بس الكعد هذا العادي، قام تجي زوارق بأشكال أجمل. وتاخذ ناس اكثر، وبدت العالم الحمد لله تسترزق، والعوائل بدت تقصد المكان. يعني شباب الحمد لله عندنا كانوا متفاهمين وفرحانين جدا، يعني اهالي الهنديه كلش فرحه، وبداوا يستقبلون الناس اللي تجي من خارج المحافظه، لان هذا يظهر وجه المدينه مالتهم. يعني فشيء كان كلش لطيف، وهذا ايضا راح تنحسب لكم، يعني مرور الزمن راح يقولون انه رائد حاول واجتهد حتى وصل لهذه النتيجة الحلوة. يعني مثل ما تلاحظون العوائل صارت تجي بكثرة، الأعداد زادت عن قبل قليل، بعد نقدر نقول بعد فد نص ساعة يعني يبدي للطيفة إيقاد الشموع للطيفة، وإذا الكاميرا تكون وياي هنا طبعا. شوف زين محمد قاعد ياخذ لنا سيارة محمد. للطيفة، سبحان الله، الشعب العراقي شعب متعاون جدا ومتعاطف جدا ورحيم جدا ويحب الخير ويحب يساعد. ممكن احنا كأفراد يعني بالمجموع اذا تاخذ رأي المجموع ممكن يصير مشكلة وما يوافقون، بس من تروح على شخص شخص تلقى عنده الطيبة، كل شخص يظن نفسه انه هو طيب والباقيين ممكن عندهم مشاكل، فمن تروح على شخص شخص تحقق نتائج كلش حلوة. لذلك مثلا خابرت احد الاصدقاء حداد، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له اكو احلى بحياتك من فرحة طفل، ابتسامة طفل؟ قال لا ما شفت بحياتي احلى من ابتسامة طفل. قلت له شنو رايك سوينا 12 مرجوحة؟ قال حلو. قلت له الحديد علينا، فقررنا رابطة بس الشغل اللي رابطة مصور الهندية الاخوة اتفقوا انه يشترون الحديد، والحديد هم ممكن ينشال، يعني سويناه بشن العمود مال الكهرباء. بالضبط عمود مال الكهرباء، وان شاء الله قريبا راح يكون انا هنا يعني بهذا المكان، بهذا المكان راح يصير 12 مرجوح. يعني الاطفال اللي ينزلون وحتى من يرتفع منسوب المياه مثلا او هذا ما يكون يضرا، يعني ان شاء الله انه خلص ما ياثرن ابدا. زين هسه احنا بانتظار انه الوقت المحدد حتى يقودون الشموع اللي بهذا المكان، صحيح؟ ويتمنون امنياتهم؟ صح صح صح. اي بس قلت لك يعني ااكد انه هاي
يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى، من طلب من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، لكن هذه ما إلها ربط يعني، وإنما هاي الاحتفالية هي موروث، موروث شعبي، وبصراحة هذا الموروث الشعبي مو بس بالهندية، يعني ببغداد أحد تجار الشارجة يقول إحنا نبيع شموع بهاي المناسبة، هي طبعا المناسبة تصير بالأول أحد من شعبان، يقول إحنا نبيع بس بهاي المناسبة أكثر من مبيعاتنا للشموع على طول السنة، يعني كل أعياد الميلاد اللي تقام ممكن ما يبيعون بقد ما يبيعون بهاي المناسبة، وقلت لك موروث يعني اعتادت عليه الناس وبدت تنفذه. شوف شباب يعني والعوائل، خلينا طبعا العوائل اللي موجودين بهذا المكان منظرهم هم يطلعون حتى تبدي المراسيم بإيقاد الشموع، شيء جميل جدا. رائد أعطانا تفاصيل كاملة واضحة ووافية أيضا عن هذا المكان، تواجده والمناسبة اللي موجودة بهذا المكان، موروثها كيف صار، إضافة إلى المكان انتقالة الكبيرة اللي من مكان مهول إلى مكان جميل، مكان سياحي يخص كثير من المواطنين سواء على صعيد محافظة كربلاء أو محافظة أخرى. خليكم ويانا، خلينا نشوف الأجواء كيف هي جميلة. كانت المرحلة الأخيرة بهذا المكان هي إيقاد الشموع وتمني أمنية جميلة حتى تتحقق بالعام القادم إن شاء الله. إضافة إلى ذلك اليوم يرافقني بهذه الحلقة قائم مقام قضاء الهندية أستاذ منتظر، يحدثنا عن بعض تفاصيل اليوم اللي من خلالها نجح هذا المكان وصارت منطقة سياحية، إضافة إلى الإجراءات اليوم الأمنية اللي كانت أكثر من رائعة باحتضان هذا العدد الكبير من المواطنين اللي قادمين لهذا المكان من محافظة كربلاء أو المحافظات المجاورة لقضاء الهندي. حياك الله أستاذ. حياك الله، شرفتونا. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفتونا قناة التغيير في قضاء طويلج بمحافظة كربلاء المقدسة. حقيقة قضاء طويلج مدينة جميلة يعني بها مقومات السياحة متوفرة، توفر نهر الفرات، إضافة إلى جداول موجودة، إضافة إلى ذلك هي ممر لمرور الزائرين محافظات الوسط والجنوب ومحافظة بغداد العاصمة باتجاه محافظة كربلاء المقدسة، فهي ممر لمرور المحافظات والزوار. لدينا فكرة لتوفير فرصة عمل لأبناء القضاء وهي الاهتمام بكورنيش الهندية. هذا الكورنيش اللي ظل سنين طويلة مهمل بسبب القوانين القديمة، وزارة الموارد المائية وتعقيداتها وكذا. المهم احنا بجهود ذاتية وبالتنسيق مع الإخوان أبناء المدينة دوار الخدمية بالمتوفر من الإمكانيات تم تهيئة هذا الكورنيش، ولدينا خطوات ولدينا أفكار ولدينا رؤية لأجل توفير فرصة عمل وتحويل قضاء طويلج إلى مدينة ووجهة سياحية. احنا كانت لنا زيارة إلى قضاء دوكان في محافظة سليمانية ورأينا حجم السياحة والاستثمار وفرص العمل المتوفرة داخل المحافظة. لدينا فكرة انسساخ هذه التجربة في قضاء طويلج، ولدينا خطوات إن شاء الله للفترة القادمة. راح تطبقون اللي ما رأيته بالسليمانية، يعني هذا المكان هو يتوفر به تقريبا كل المقومات، يعني شاط نهر، هذه التفاصيل، ناس طيبة، قضاء الطويرج والهندية أيضا، وجهودكم إن شاء الله اللي راح تبذل زاء هذا الموضوع. أنا أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بالمرة القادمة، وأيضا راح يكون برفقتنا أستاذ منتظر نشوف أكو إجراءات ومكان يتوسع إلى أكبر من هذا الشيء. إضافة إلى ذلك راح تتوفر مثل ما يعني عرفت أنه أماكن ترفيهية بهذه المراجيح وهذه التفاصيل. نعم. هي كلها بجهود ذاتية. طبعا قضاء طويلج هي مدينة معطاء، مدينة اشتهرت بخدمة الزوار واستقبال زوار الإمام الحسين، فهذا مو غريب عليها، وهي مهيئة ذاتيا وجغرافيا وطبيعيا لهذا الموضوع، موضوع السياحة. إن شاء الله لدينا خطوات بالمتوفرة من الإمكانيات، إضافة إلى ذلك سوف نطرق أبواب الوزارات لاستحصال موافقات إذا لأجل مشروع أكبر لجذب سياح ومستثمرين أكبر. جنابك تعرف السائح والمستثمر هو رأس مال جبان دائماً، إذا شاف الموضوع نجح يقدر يبلغ مبالغ مالية، يصرف مبالغ مالية. إن شاء الله لدينا أفكار مستقبلية لخدمة المواطنين ولخدمة جميع أهالي كربلاء المقدسة. شكرا لك اليوم، شرفتونا. تشرفتونا، أهلا وسهلا بكم على رأس. نعم مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة برنامج جولة مراسل، نشوفكم بحلقات ثانية من قضاء طويرج، نبعث لكم هذه التحية وإن شاء الله كل قلوبكم تكون بألف خير. نشوفكم خير، مع السلامة.